في سبعينات القرن الماضي بإحدى قرى دلتا النيل في مصر، كان عم سالم الفلاح البسيط جالسا أمام داره في وقت العصاري كعادة أهل الريف، فجاء إليه رجلان وألقيا عليه السلام، وتقدم أحدهما ناحيته وقال إن اسمه عرفة ويعمل سمسارا، وأن الرجل الآخر يعمل مقاولا وتاجرا كبيرا واسمه فريد. قام السمسار عرفة بسؤال عم سالم عن قطعة أرض يمتلكها إذا كان لديه النية لبيعها، فحاول سالم الحصول على معلومات أكثر قبل أن يجيب بأي شيء، فسأل المدعو عرفة لماذا أرضي أنا بالتحديد، وهل تعرفون قيمة الأرض؟ وهنا تدخل المدعو فريد وقال إنه يعرف أن الأرض قد دخلت في حيز المباني وخرجت من حيز الزراعة، وقد أصبح سعرها أعلى بكثير، وأنه على استعداد لدفع المبلغ المناسب لشرائها مهما بلغ، حيث أن موقعها على الطريق العام مباشرة هو السبب في تمسكه بها. وهنا قال سالم إن الأرض تبلغ مساحتها 100 متر مربع، فما هو المبلغ الذي يمكن أن يدفعه؟ فأخبره فريد المقاول إنه على استعداد أن يدفع 1000 جنيه للمتر، فيكون إجمالي السعر 100,000 جنيه. لم يكن سالم يتوقع أبدا هذا السعر الذي عرضه هذا الرجل، حيث أنه يساوي أكثر من 10 أضعاف السعر الواقعي للأرض. وبين الفطنة والطمع ومحاولة إثبات أنه لم يقع في فخ الإغراء الشديد للسعر، قام عم سالم بطلب مهلة 3 أيام ليفكر ويستشير في الموضوع قبل أن يقرر، لكن فريد لم يمهله الفرصة، حيث قام بإخراج مبلغ 3,000 جنيه ووضعها في يد عم سالم قائلا لا مجال للتفكير، وهذا عربون الاتفاق، سنعود إليك بعد أسبوع بباقي المبلغ لنكتب العقد. في هذا الوقت من الزمن كان مبلغ 1,000 جنيه مصريا سعرا للمتر الواحد من الأرض يعتبر ضربا من الخيال. دخل عم سالم إلى زوجته وحكى لها ما حدث، فلم تصدق كلمة واحدة مما قال، حيث لا يمكن لأحد أن يتخيل هذا المبلغ ثمنا لقطعة أرض. وحتى يستطيع سالم إقناع زوجته بحقيقة الأمر، أخرج لها العربون وقال هذا هو المبلغ الذي أعطاني إياه المشتري، وكما ترين كل المبلغ من العملة الجديدة لم تستخدم من قبل، ويبدو أنه قد أتى بها من البنك مباشرة. هنا قالت له زوجته إنه أمر لا يحدث إلا في الأحلام، وأن عليه إتمام البيع ليصبحوا من الأثرياء. وهنا أخبرها سالم بأنه سيتمكن من هدم بيتهم الصغير هذا وبناء عمارة كبيرة مكانه، وسيقوم بتأسيس تجارة كبيرة تجعله من كبار تجار القرية. طلبت الزوجة من عم سالم التزام الكتمان حتى يتم البيع كي لا يعرف أحد فيعرض على المقاول أرضا أخرى أو يحسدهما على ما رزقا به، فوعدها سالم بالكتمان وقال يبدو أن الدنيا قد اتسمت لنا أخيرا. بعد مرور يومين كان سالم جالسا جلسته المعتادة بعد صلاة العصر، فتوقفت سيارة حمراء أمام بيته ونزل منها رجلا يبدو عليه الثراء، اقترب منه وألقى عليه السلام ثم قال لقد جئت إليك في خدمة كبيرة. فرد سالم قائلا خيرا إن شاء الله، فأخبره الرجل بأن اسمه شوقي وإنه صاحب شركة استثمارية كبيرة لها فروع كثيرة في مصر وبعض الدول العربية، وقد أتى إليه من أجل قطعة الأرض التي بجوار بيته، وأنه يرغب في شرائها حيث أن موقعها وحجمها ملائمين تماما لما يريد إنشاءه عليها. أجاب سالم على الفور بقوله كنت أتمنى، لكني قمت بالاتفاق مع شخص آخر سيشتريها وقد دفع عربونها وسيأتي بعد أيام لاستكمال البيع. فأجابه شوقي بقوله
إذن أنت لم تتمم البيع ويمكنك أن تلغي الاتفاق معهم. فرد عليه سالم: كيف يمكن أن أفعل ذلك وقد أعطيت كلمة وأخذت العربون؟ فسأله شوقي: كم المبلغ الذي اتفقت عليه مع المشتري الآخر؟ فأخبره بأنهم اتفقوا على 1000 جنيه للمتر، فأبلغه شوقي بأنه سيدفع 2000 للمتر الواحد. سأله سالم: كيف أخلف وعدي مع الرجل؟ فكان رد شوقي: إن هذا شأنك، وإذا وافقت فسوف أدفع لك عربونا الآن. فطلب منه سالم عدم سداد أي شيء حتى ينهي الاتفاق الأول ثم يتمم البيع معه. فسأله: متى يعود؟ فأخبره بأن يعود بعد 6 أيام. أخبر سالم زوجته بما حدث معه فطارت من السعادة وكادت تفقد وعيها من الفرحة، وسألت: ماذا سيفعل مع المشتري الأول؟ وماذا لو تمسك بالاتفاق ولم يوافقوا على إلغاء البيع؟ فأجابها بأنه سيجد سببا يخبره به وسيحاول أن يرضيه بمبلغ تعويض، ومهما تكلف فلن يخسر شيئا، فالسعر الجديد سيعوضهم عن أي خسائر. وجاء موعد كتابة العقد المحدد مع المقاول فريد، وبالفعل حضر ومعه عرف السمسار. وبعد أن جلس بدأ فريد الحديث بقوله: ها نحن قد جئنا لنتمم الاتفاق ونكتب العقد. وهنا عاجله سالم بقوله إنه خجلان منهما، حيث أنه مع الأسف لن يتمكن من إتمام البيع، حيث أن له في الأرض شركاء من إخوته ولم يوافقوا على البيع، وطلب منهم المعذرة في ذلك. فسأله فريد لما لم يخبرهما في المرة السابقة عن موضوع إخوته هذا، فرد سالم بأنه لم يتصور أنهم سيرفضوا البيع، وأنه مع ذلك لم يتضرر أحد، وإنه سيعيد إليه العربون. وهنا تدخل عرف السمسار بقوله: في هذه الحالة لا بد وأن يفصل في الموضوع رجال من عندك ورجال من طرفنا، فالعودة في البيع بعد سداد العربون ليست بهذه البساطة، وأنت رجل تعرف الأصول. فرد سالم: لا داعي لكل هذا، أنا سأعوضكم عن الضرر، فكم يرضيكم من التعويض، 1000 أم 2000؟ فقال عرف السمسار: ليس أقل من ضعف العربون. اضطر سالم لقبول هذا التعويض الكبير لينهي المشكلة ويتفرغ لعملية البيع الجديدة، فاستأذن منهما أن يدخل ليحضر لهما العربون ومبلغ التعويض. دخل سالم إلى زوجته وأخبرها بأنه قد أنهى الأمر معهم وسوف يعطيهم تعويضا قدره 3000 جنيه. صدمت الزوجة من ضخامة المبلغ وصرخت في سالم: ما كل هذا التعويض؟ ومن أين ستعطيهم المبلغ؟ فأجابها سالم: إن هذا المبلغ يعتبر ضئيلا مقارنة مع ما سيحصلون عليه من المشتري الجديد، أما من أين سيعطيهم المبلغ فمن المبلغ الذي يدخره لزواج ابنهما ثم يرده له بعد أن يبيع الأرض. ردت الزوجة بأنها بدأت تشعر ببعض القلق ولكن ستتركه يفعل ما يحلو له. طلب منها سالم أن تحضر له 6000 جنيه ليعطيهم لهم وينهي الموضوع، ونصحها بأن تحتفظ بالأوراق المالية الجديدة التي أعطاها له المقاول وتعطيه كل المبلغ من الأوراق المستعملة القديمة. أخذ سالم المبلغ وأعطاه فريد واعتذر قائلا: سامحني، لقد احتفظت بالأوراق الجديدة وأعطيتك المبلغ من العملة الورقية المستعملة. فرد فريد: لا يهم، كلها أموال، ولو تحتاج أوراقا جديدة أعطيتك ما تريد. فقال سالم: اسمح لي أن أحضر لك 2000 لتغيرهم لي. انصرف الرجلان وجاءت الزوجة لتقول لسالم إنها تشعر بأنه يتصرف في الأموال بكل سهولة
متناسيا أن موعد زفاف ابنهما قد اقترب وأنه سيحتاج كل المبلغ المتوفر معهما. ظهرت علامات الغضب على سالم ورد منفعلا: لقد أخبرتك أنني سأعيد كل المبلغ بعد البيع، ومع ذلك سأريحك وأستريح. سأذهب لإيداع كل المبلغ في البنك غدا حتى يطمئن قلبك وتتوقفي عن إزعاجي والقلق. في صباح اليوم التالي ذهب سالم إلى البنك ومعه كل المبلغ الموجود في البيت، لتعرف زوجته أنه لم يعد تحت يديه فلا تعود للثرثرة بخصوص هذا الموضوع، وأن عليه أن ينهي هذا الأمر ويعود للبيت ليستعد لاستقبال المشتري الجديد المتوقع حضوره عصر اليوم. وقف سالم أمام الصراف في البنك وسلمه المبلغ، فبدأ في العد ثم طلب منه أن ينتظر قليلا حتى يعود إليه. ذهب الصراف إلى مدير البنك وأخبره بضرورة الاتصال بالشرطة، حيث أن الرجل الذي يتعامل معه الآن قد أحضر كمية كبيرة من الأوراق المالية المزيفة. حضرت الشرطة واصطحبت سالم إلى القسم وهو في حالة من الذهول لا يدري ماذا يحدث له. قام الضابط بسؤال سالم عن الأموال فأجابه إنها أمواله وملك له، فقال الضابط: إذن هي أموالك ولا تنكر ذلك. فرد سالم: ولما أنكرها وهي أموالي؟ فلم أسرقها من أحد. بعد ساعات تم عرض سالم على وكيل النيابة الذي سأله عن مصدر الأموال المزيفة التي معه، فأصيب سالم بالذهول مما سمع، وأخبر المحقق بأنه لا يعرف أنها مزيفة، وحكى قصة المبلغ كاملة للمحقق. أبلغه محقق النيابة بأنه يصدق القصة، وطلب منه أسماء وأوصاف الأشخاص الثلاثة، فأخبره سالم بأوصافهم وأسمائهم. أمر محقق النيابة بالإفراج عن سالم بضمان مالي قدره 100 جنيه، وإرسال المبلغ إلى المعمل الجنائي لبيان إن كان مزيفا فعلا، وأصدر تعليماته لرئيس المباحث بالبحث عن الجناة حسب أوصافهم التي قدمها سالم. بعد يومان دخل رجلا ريفيا إلى قسم الشرطة وهو يستغيث، طلب منه رجال الشرطة الهدوء ليعرفوا قصته، فأخبرهم بأن اسمه صابر وأنه كان في السوق يبيع بقرة، فجاءه رجلان يطلبان شراؤها وأعطوه سعرا لها 2500 جنيه. بعد أن انصرف ذهب إلى سمسار السوق ليعطيه مبلغ 50 جنيه نظير عملية البيع، فأخبره بأن النقود مزيفة، وطلب فحص كل المبلغ الذي معه، فأخبره بأن المبلغ كله مزيف. سأله أحد الضباط متى حدث ذلك، فأجابه بأنها كانت 10 صباحا تقريبا، وأنه بعد أن عرف موضوع النقود المزيفة أخذ يبحث عنهما في السوق كله حتى وجد رجلا يسحب بقرة، نفس البقرة التي باعها للرجلين، فسأله عن البقرة فقال إنه اشتراها من رجلين 1500 جنيه، وإنهما ركبا سيارة حمراء كانت تنتظرهما وانصرفا. لفت انتباه الضابط وجود السيارة الحمراء التي انصرفا فيها، وطلب من صابر أن يذهب معه لمكتب محقق النيابة لأخذ أقواله. بعد أن أدلى صابر بأقواله إلى النيابة، ربط المحقق ما بين الفاعلين في حادثة عم سالم وحادثة صابر بسبب تطابق الأوصاف ووجود السيارة الحمراء في الحالتين، فأمر بإرسال المبلغ الذي أحضره صابر للمعمل الجنائي لبيان ما إذا كان من نفس نوعية العملة المزيفة التي كانت مع سالم، وإبلاغ المرور لمتابعة السيارات الحمراء التي تجوب شوارع القرية. بعد عدة أيام
جاء تقرير المعمل الجنائي مؤكدا أن العملة مزيفة وأنه قد تم طباعتها بجهاز واحد، كما ورد تقرير من المرور ببلاغ عن سيارة حمراء مسروقة من القاهرة ولها نفس أوصاف السيارة التي وصفها الرجل الذي اشترى البقرة. بعد عدة أيام حددت الشرطة مكان السيارة الحمراء برقم اللوحة المبلغ بسرقتها وداهمت الشقة التي يقيم فيها مستخدم السيارة. بداخل الشقة عثرت الشرطة على مبلغ مالي مزيف قدره 30,000 جنيه و10,000 جنيه من الأوراق المالية السليمة وعدة أجهزة تستخدم في التزييف والطباعة. حاول السمسار والمقاول التملص من التهمة وادعاء أنهما ضيفان على شوقي لأنه صاحب المكان، لكن الحيلة لم تفلح مع الشرطة. أمام النيابة اعترف الثلاثة بأسمائهم الحقيقية وأقروا بأن الأسماء التي استخدموها كانت للتخفي واعترفوا بجريمة النصب. قضت المحكمة بحبسهم بالأشغال الشاقة 10 سنوات وإعادة الأموال المنهوبة للمجني عليهما وتسليم السيارة لصاحبها.